في فترة الصيف تنهمك حانا مديرة فرقة النور الموسيقية بأعمال وعروض الفرقة، وبين عرض وآخر تعمل على تجهيز أعضاء الفرقة للمهمة التالية، والملفت في الأمر الخلفيات، فحانا هي امرأة يهودية متدينة تعشق الموسيقى العربية، وأسست مع رفاقها أشهر فرقة للموسيقى العربية في إسرائيل. ولدت في بيت الموسيقى، وأفتخر بالتراث الشرقي الذي ورثته من والدي وجدي من العراق، والتي شملت موسيقى وأشعار وأناشيد دينية عربية. سمعنا فريد الأطرش وعبد الوهاب، وهذا طبيعي جدا من ناحيتي. لم تدخل الموسيقى العربية الحيز العام في إسرائيل، وبقيت مقصاة حتى سنوات طويلة، ما دفع بحانا لبذل مجهود كبير من أجل إقامة فرقة للموسيقى العربية. عندنا عازفين مش عرب، بس جذورهن عربية وشرقية، ربيوا على هاي الموسيقى بالبيت، سمعوها من أهليهن أجدادهن، فالإشي موجود عندهن، وهن بيحبوا الموسيقى هاي جداً، فعشان هيك بيعملوا اشياء كثير حلوه والشيء اليوم مفقود عندنا بمجتمعنا شوي العربي، راحوا للون شوي ثاني اجدد اكثر، هذا اللون بشدني، عشان هيك انا كمان موجود معاهن. تتميز فرقة النور بالتعددية في خلفيات العازفين والاختلاف الديني والطائفي لعازفيها وجمهورها، يجمعهم شيء واحد فقط، وهو حبهم للموسيقى العربية الكلاسيكية. أنا وحبيبي يعني الغيبين عن الرغبان. فترات تزمرت لامشيخ الموسيقى بالأغوة. هدف الفرقة هو إظهار أن في دولة إسرائيل عرب ويهود، مسلمين، مسيحيين، دروز، متدينين، حريديم، علمانيين، كافة الأطياف يجلسون مع بعضهم البعض ويبدعون بالموسيقى، وأنا أقول أن هذا هو التعايش الحقيقي. على أنغام موسيقية عربية تشرف حانا على استرجاع عهد الزمن الجميل وتراث الفن العريق الذي حفر في ذاكرتها وردده أجدادها من قبلها. من مدينة تل أبيب لليوم على الحرة، عناب حلبي.